الكلاسيكو الثالث في 15 يوم بين السياسات والإتوال كان بنكهة مختلفة، رغم أهمية نقاط المقابلة خاصة بالنسبة للنادي الصفاقسي اللي كان يلعب حظوظه الأخيرة من أجل المركز الثاني، فإنه اختار مواجهة النجم بالفريق الثاني بعد ما رفضت الرابطة تأجيل اللقاء، وبعد ما كان الفريق الأول شد رحال البنين اليوم الصباح. رابطة عينت المباراة هذه يوم الأحد، وتعرف يعني يوم الأحد سي ترو سيري باش نتحولوا احنا لفريق باش المباراة نتاعنا. كنا نخيلوا باش المباراة توقع نهار السبت، الله غالب، النجم الرياضي الساحلي ما حبش يقدم المباراة نتاعو. حرصنا باش كلمنا الجامعة، كلمنا الرابطة باش تمشي إمكانية باش نحول المباراة هذه، لكن الله غالب جانا كان بالرفض. نادي الصفاقسي فريق كبير، فريق عمره 100 سنة، خدموه ناس وإحنا نحاولوا باش نكملوا ونخدموا، ما حناش اليوم ماشي نعملوا فورفي، لا، بإمكانياتنا وبالولاد اللي عندنا، راهم الولاد الحمد لله موجودين اليوم باش نمثلوا نادي الصفاقسي وإن شاء الله نعملوا مباراة طيبة. تشكيلة بقيادة هيكل قمامدية، 10 تغييرات كاملة مقارنة بلقاء بيجا، ومجموعة أغلب عناصرها تخوض أول كلاسيكو ليها في مسيرتها. النجم بدوره يجري 7 تغييرات كاملة مقارنة بلقاء المنستير، لكنه كان مطالب بالانتصار لتعويض هزيمته في الديربي. اللقاء بدأ سياسات بقوة وفرصة كبيرة من عازمي غوما منذ الدقيقة الثالثة، يسدد أرضية والقاسمي بصعوبة يحط كرة في الركنية. عملية استحوذ بعدها النجم على الكرة وضغط على منافسه لكن دون إحداث الفارق، ومحاولاته الكل كانت من تسديدات من بعيد ما شكلتش خطر على مرمى بن حسن. النادي الصفاقسي رغم قبوله للعب كان خطير في الهجومات المعاكس بفضل حركية وسرعة الغيني أوسمان كامارا، واللي كان قريب من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا التسرع وقلة التركيز. نلعبوا في الدقيقة 34 هجوم للإتوال، الشيخاوي مهد للصفاقسي لكنه يخسر كرته في 18، كرة ترجع للشيخاوي يراوض ويسدد، كرة تظهر في وسام البحري والحكم بن إسحاق يزفر ضربة جزاء، حمزة الأحمر يتولى التنفيذ وينجح في افتتاح النتيجة للنجم. الإتوال كان قريب من تدعيم هالهدف بعد 4 دقائق، لكن صبري بن حسن بتصدي رائع يحرم الطيب المزياني من التسجيل. نفس الشيء في الجهة المقابلة، رامي الجيبسي يتألق بدوره ويحرم أوسمان كامارا من التعديل بعد تسديدة قوية تضرب على العارضة بعد ما تصدي لها حارس النجم. عملية تتواصل لسي اس اس، كامارا يسترجع الكرة يتواغر في 18 ويسقط ويطالب بضرب الجزاء، لكن الحكم يطالب بمواصلة اللعب. عملية كانت الأخيرة فيها الشوط وتسبت في احتجاجات كبيرة من ملاعبيه ومسيري نادي الصفاقسي على الحكم أسامة بن إسحاق بين الشوطين. الشوط الثاني تواصل فيه الحوار بين أوسمان كامارا ورامي الجيبسي، ومرة أخرى حارس النجم يتألق أمام تسديدة مهاجم السي اس اس، فرصة كبيرة يرد عليها الإتوال بقوة. تمريرة ممتازة من حمزة الأحمر القيرماني لمهد الصفاقسي اللي بالراس يغالط بن حسن ويضيف الهدف الثاني لفريقه، هدف هو السابع ليه هذا الموسم يلتحق به بصدارة هدافية البطولة. النجم حاول يقتل المقابلة ويضيف الثالث في محاولة أولى دفاعي يتدخل بعد عمل كبير من المزياني، قبل ما يرفض ياسين الشيخاوي هدية من دفاع السي اس اس، وجه لوجه مع صبري بن حسن يحاول يرفع كرة بالحارس ويضيع فرصة كبيرة للتسجيل. الشيخاوي يضيع الكاو، وأوسمان كامارا يرجع الأمل للنادي الصفاقسي بعد عكس هجوم سريع يتجاوز النوالي ويسدد أرضية القوية تغالط الجيبسي. 2-1 في 68 دقيقة لعب. بعد هالهدف أوسمان كامارا كان قريب من الثنائية بعد مخالفة من عزمي غوما، لكن تسديدته مرت فوق العارضة. نهاية اللقاء كانت صعيبة بدنيا على زوز فرق، والنجم مرة أخرى يضيع الهدف الثالث في كرة مشتركة بين الشيخاوي والعامري. الملاعبية الزوز يفشلوا في التسجيل لكن النجم يضمن الانتصار، وثلاثة نقاط مهمة يتمام بها على المركز الثاني. في المقابل مردود محترم جدا لشبان النادي الصفاقسي اللي كانوا اليوم قد المسؤولية رغم أنه النتيجة ما كانتش لصالحهم. مالغري معناتها الملاعبية صغار في السن وملاعبية نخبة وملاعبية حتى فما ملاعبية تاع جونيور يلعبوا للآخر، يلعبوا معناتها الكل في الكل، يحاولوا معناتها ماركاو البونتو الأول، حاولوا باش يماركيو يعدوا كل شيء، ما وفقهمش ربي. ملخص الحديث عساكم ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، علاش بارفوا معناتها في الدنيا كيما توفق، علاش في الحوايج كيما هكا ما توفقلكش الجامعه باش ما تلعبش الماتش،
الحمد لله تلقى سي لوكازيون باش ريت ملاعبيه نتاع سونتر دو فورماسيون تاع نادي السويقسي. الحمد لله جاو 3 نقاط في مباراه صعيبه الحقيقه، ما كانت سهله كما كنا متوقعين، برشا فولونتي من الادفرسير، برشا معناها انجاجمون فيزيك، شفنا زاد كيب باهي واقفه مليح، جات 3 بوان في وقتها باش تخلينا معناها نكملوا باكثر الريحيه، سيرتو دوزيام بلاس اللي هو لوبجيكتيف برانسيبال بالنسبه للايطوال، انه الموسم القادم نرجعوا شامبيونز ليغ. نحن عندنا فواياج غدوه ان شاء الله ماشيين، عندنا ماتش نهار الاربعاء، ماتش مهم جدا ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% باش نرجعوا بريستا بوزيتيف ان شاء الله.